مش بيرو أولاد السافية لن يقبلوا علي حيا. عدنا إليكم من جديد. مارلين مانسون هذا هو الهراء الجديد. كل شيء من قبل لم يعد هناك شيء يمكن قوله بعد الآن. في هذا السياق أو المقطع الأول وهذا الخط له معنيان على مستوى أكثر سطحية، إنه إدانة لنقص الإبداع والأصالة الموجود في الفن اليوم وبشكل أكثر تحديد في الموسيقى الحديثة. ومع ذلك من المحتمل جدا أن يكون لهذا الخط معنى أعمق حول حالة مانسون في سياق هذه الفترة. هذه هي الأسطورة الأولى من The Golden Age of Grotesque، وهو أول ألبوم لمارلين مانسون منذ اختتام أعماله الثلاثية الشهيرة المكونة من Encyclopedia سوبر ستار وميكانيكال أنيمالز وهوليوود، نظرا لأن هذه هي الكلمات الأولى في هذه الفترة الجديدة لمانسون. فقد تعكس اعتقاده بأنه قد قال كل ما ينوي قوله وهو مرتبك إلى حد ما فيما يتعلق بالخطوات التي يجب أن يتخذها مانسون من هذه اللحظة فصاعدا. هذه الفترة فصاعدا لم تكن ألبوماته هي لوائح اتهام الثقافة والمجتمع الأمريكي كما كانت في السابق، وبدأ مانسون في التجريب وتغيير الأنماط بشكل جذري ومتكرر على الرغم من أنه قد غير الأنماط من قبل، إلا أنه من موضوعات الألبومات تحولت من الإزدراء أو الانتقادات إلى التركيز على التلاعب في الكلمات في Golden Age of Grotesque. وموضوع فامبير الموجود في Eat Me Drink Me، لذلك لا تنتقد هذه السطور حالة الثقافة الحالية فحسب، بل تمثل أيضا أزمة هوية لمانسون نفسه. هجاء وصورة كاريكاتورية للمجتمع الحديث، تضييق خناق على السكان واستخدام أشياء مختلفة تروق للجماهير لبيع الأشياء أو لبيع الناس شعارا ما، يعني مثلا في هذا السياق يتحدث عن تغيير، عن إضافة شعار للناس مثل وهو فيها مثل حالة سخرية للمجتمع. تعليق على سلوك المستهلكين الطائشي، هل يفهمون المعنى الكامل وراء الموسيقى التي يستهلكونها؟ لا، لكن هل هذا يمنعهم من الرغبة في المزيد منها؟ نعم. إلى هنا نصل إلى ختام شرح أغنية This is the new shit لمارلين مانسون من ألبوم The Golden Age of Grotesque 2003. كان معكم يوسف أو فاروق. I'm going to take you.